تهدف زيارة أمينة الدولة في التربية وترقية المواطن جيلجيل ليان إلى ولاية البطحاء إلى تقييم حالة التعليم في هذه الولاية، ولكن أيضا وقبل كل شيء لاستلام الفصول الدراسية التي تم بناؤها في إطار مشروع تعزيز التعليم الأساسي في بعض المناطق الريفية بعد مدينة آتيا. توجه وفد أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة برفقة مدير التعاون السويسري وممثل اليونيسف وكذلك حاكم ولاية البطحاء جمتا بن ديركون إلى منطقة كنجرو، حيث قامت بتسليم 10 فصول دراسية شيدت حديثا في مدرسة دار الهجرة. بعد كلمة الترحيب التي قدمها رئيس مركز دار كنجرو إدريس سليمان بويمي، أوضح المدير النائب للتعاون السويسري في تشاد في البيق هانس رودولف أنه في إطار مشروع تعزيز التعليم في البطحاء قام التعاون السويسري بتمويل بناء 185 فصل دراسي إضافة إلى 500 مرحاضا و70 بئرا لصالح قطاع التعليم بالبطحاء. من جانبه حث ممثل منظمة اليونيسف التي نفذت المشروع بامبي لمتوان أولياء الأمور على إعطاء أهمية أكبر لتعليم أبنائهم. أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة شكرت التعاون السويسري واليونيسف على جهودهم من أجل التعليم في البطحاء. بعدها زار وفد أمينة الدولة 3 مناطق هي أبروكي متبجي والظهيرة. هذه المناطق أيضا استفادت من بناء عدد من الفصول الدراسية في إطار نفس المشروع.